طلبة الصف الرابع، السلام عليكم. هذه المحاضرة الصوتية الأولى المسجلة والمرسلة إليكم عبر تطبيق الكلاس روم، اللي راح تناول بها المحاضرة التاسعة أو ما تسمى بالمحاضرة التاسعة، لكنها في تسلسل محاضراتكم هي المحاضرة الرابعة، وسأقوم بتسجيل المحاضرات السابقة إن شاء الله تباعا وأرسلها إليكم عبر هذا الموقع. اليوم راح نتناول موضوع مهم آخر من ضمن المواضيع الفطريات أو تصنيف الفطريات، اللي يعود إلى الفطريات الحقيقية. إذا ترجعون إلى المحاضرات السابقة واللي وعدتكم إن شاء الله أسجل الشرح وأنزل لكم إياه بشكل متتابع، الفطريات اليوم راح نتناولها هو كلاس مهم اللي هو الـ Oomycetes، واللي اكتنف كثير من الغموض أحيانا أو الاشتباك في أن يصنفوه ضمن الفطريات أو لا يصنف ضمن الفطريات ضمن التصنيفات الحديثة، باعتبارات كثيرة لاختلافه عن الفطريات في كثير من الصفات. على كل حال، لا زال هذا الصنف يصنف ضمن الفطريات الحقيقية. إذا صنف، وسأحاول أن أجعل هذه المحاضرات عبر برنامج الباوربوينت مفصلة بشكل كامل وقريبة إلى المحاضرة النظرية المكتوبة. يعد فطر الفطريات المندرجة تحت الـ Oomycetes هي من الفطريات المصوتة اللي تتميز بوجود حركة عبر وبالذات سبوراتها المتحركة عبر أصوات ثنائية، أحدهما كرباجي وبلش والآخر ريشي اللي سميناه مصطلح تاينسل. الفطريات البيضية أيضا تعد من الأصناف الكبيرة اللي تضم كائنات حية مختلفة بشكل واضح وتنوع عالي في شكلها عن بقية أنواع الفطريات، وسبق أن ذكرتكم، إلى درجة اعتبارها بحسب رأي عدد من الباحثين مثل كاترين وغيرها إلى أن يعتبروها حسب رأي المختصين أنها لا تعود في تصنيفها إلى الفطريات. ومن أهم هذه الصفات اللي أدت لاعتبارها جزء من المملكة الفطرية واللي يعتد بها ويتمسك بها العاملين بالفطريات والمشتغلين بالفطريات، أولا أنه جدارها سليلوزي خالي من الكايتين. هذه الصفات اللي نذكرها هي الصفات التي تميز كلاس الـ Oomycetes عن بقية أنواع الفطريات أو أصناف الفطريات الأخرى بشكل كامل. أولا جدارها بشكل كامل جدارها سليلوزي خالي من الكايتين. النقطة الثانية أن سبوراتها المتحركة تكون ذات صوتين، أحدهما كرباجي والآخر ريشي موقعها أمامي أو جانبي، وغالبا يكون الكرباجي ملتف إلى الجهة الخلفية، متجه إلى الجهة الخلفية ويقوم بعملية الحركة، أما الريشي في يتجه إلى الأمام ويقوم بتوجيه السبور وكأنه دفة. تكوين نوعين من السبورات في هذه المجموعة من الفطريات، من السبورات المتحركة الزوسبورز، بعض أنواع هذه الفطريات أحدهما يعتبر أولي برايمري ويكون ذات شكل يشبه العرموط، لذلك يسموه عرموط الشكل بير شيب، والآخر يكون ثانوي سكندري كلوي الشكل رينيفورم. هذا ما يميز هذه المجموعة من الفطريات، أنه تكون ضمن دورة حياتها نوعين من السبورات. قد تكون هذه النوعين ضمن دورة الحياة الواحدة، أو قد تكون دورة الحياة بشكل كامل تحتوي على نوع واحد، إما عرموط الشكل بيرشي أو ثانوي الشكل كلوي الشكل رينيفورم. على العموم، هذه الفطريات حالة حال بقية الفطريات الأخرى تتكاثر بصورة جنسية وبصورة غير جنسية، لا جنسية.
جنسياً تتكاثر بطريقة خاصة اللي تسمى بطريقة التكاثر البيضي الأوغاموس، وذلك بانتقال، إذا نرجع بذاكرتنا قليلاً إلى الوراء إلى طرق التكاثر اللي أخذناها، طريقة التكاثر البيضي الأوغاموس اللي تنتقل بها الأنوية الذكرية من الحافظة الذكرية الأنثريديوم إلى الحافظة البيضية اللي سميناها مصطلح نطلق عليها الأوغونيوم. بعد ذلك ينتج عن سبور بيضي يطلق عليه أوسبور، وهذا يكون مثخن الجدران thick walled، وذلك لمقاومة الظروف غير الملائمة. هذه قد تحدث بعملية الجاميتانجيال كونتاكت، الجاميتانجيال كونتاكت، وهي ما يميز طرق التكاثر في هذه المجموعة. فضلا عن ذلك يحدث الانقسام الاختزالي في الحافظات الجاميتية، وهذه نقطة تختلف بها عن كل بقية المجاميع الفطرية، أنه الانقسام الاختزالي يحدث في الحوافظ الجاميتية بدلا أن يحدث في الزايغوت، ويتبع ذلك تكوين ثالوث ثنائي المجموعة الكروموسومية اللي هو نعبر عليه بالمصطلح 2M. ما يحدث في بقية الفطريات أنه يحدث عملية اندماج للخلايا الجاميتية، ويكون عندنا هناك خلية ثنائية النواة، عفوا ثنائية المجموعة الكروموسومية 2N اللي هي تعتبر ما يطلق عليها الاسم العام الزايغوت. بعد ذلك تحدث عملية الانقسام الاختزالي لإنتاج خلايا أحادية لتنمو لتكون جسم الفطر الأحادي، إلا أنه المجموعة هذه من الفطريات تكون على عكس بقية الفطريات، أجسامها الخضرية هي 2N. لذلك عندما يحدث عملية الاندماج يحدث الاختزال في الحافظة الجاميتية، بعد أن تحدث عملية الاندماج يحدث الانقسام الخيطي لتكون ثالوث، بعد عملية تكوين السبور البيضي الأوسبور ثالوث مكون من 2N، أي أن أجسامها الخضرية هي خيوط مكونة من خلاياها من أو تحتوي خلاياها على أنوية ثنائية المجموعة الكروموسومية. معظم الفطريات البيضية مائية، ومع ذلك فإن بعض أفراد مجموعة أو رتبة السابرولجنيات، وهي من الرتب المعروفة والممثلة لهذه المجموعة وهذا الصنف من الفطريات، أو مجموعة البيرينوسبوراليس، هذه قد تنمو في الترب، وغالبا الترب اللي تكون مغدقة في الماء، يعني تكون رطبة جدا، بالرغم من أن وجود السبورات المتحركة يشير إلى الاعتماد إلى الماء لغرض الانتشار. مع ذلك هي رغم نشوءها أو نموها في التراب إلا أنها تنتج سبورات متحركة، وهذا دليل على أن اعتمادها على الماء لغرض الانتشار. طبعا تستفاد من طبقة الماء الفيلم أو فواتر اللي موجودة within the particle cell soil of the soil. بالرغم من أن وجود السبورات هذا يشير إلى أنه ارتباطها الوثيق بالبيئة المائية، بعض أفراد رتبة البيرونسبورالات وبالأخص مجموعة الداوني مالديو، مجموعة البياض الزغبي اللي تسبب أمراض للنباتات تعرف بأمراض البياض الزغبي، هذه المجموعة من الفطريات تنفصل بها العلب السبورية السبورانجيات وتنتشر بالرياح، أي أنها لا تنتشر بالطريقة الاعتيادية التي تنمو بها أو تنتشر بها بقية السبورات أو العلب السبورية لبقية أفراد هذه الكلاس، وإنما تعمل هنا هذه العلب السبورية، شوف تعمل وكأنها سبور، أي أن الإنبات يكون بواسطة الأنبوب إنبات جيرم تيوب، أي أن السبورات المتحركة قد تكون مفقودة وبالأخص في حالة الجفاف وغيار طبقة الماء اللازم. هذه الحوافظ السبورية اللي راح نطلق عليها الكونيديو سبورانجيوم
كونيديوس بولانجيوم، المصطلح اللي يشير إلى أن الحافظة نفسها تلعب دور السبور، أي أن الحافظة سوف لن ينتج عنها سبورات متحركة، وإنما الحافظة بذاتها تنبت لتعطي جيرم تيوب، وهي بذلك تلعب دور السبور، ولذلك أطلق عليها كونيديو سبورانجيوم. قد يكون الثلاث في هذه المجامع من الفطريات هولوكاربيك كما في رتبة اللاجنيدياليس، أو كما في بقية الرتب الأخرى حقيقية الإثمار الإيوكاربيك، والخيط الفطري قد يكون سميك وعديم الحواجز. طبعا ضمن هذا الكلاس راح نشوف انه هناك ايضا تدرج في عملية تطور الفطريات التي تتبع الرتب التي تتبع هذا الكلاس. فالرتب الرواطئة من هذه المجموعة من الفطريات تكون كلية الإثمار، في حين نجد رتب اعلى منها تطورا تحتوي على فطريات تكون حقيقية الإثمار. تصنيف هذه الفطريات تصنف إلى أربع رتب مهمة، وقد نجد رتب أخرى في تصانيف أخرى، ولكن اعتمدنا هذا التصنيف اللي هو بأربع رتب: الأوردر الأول اللاجنيدياليس، الأوردر الثاني سابرولجنياليس، الأوردر الثالث بيرينوسبوراليس، والأوردر الرابع اللي هو ليبتو مايتاليس. سنتناول في محاضرتنا هذه الرتب تباعا. نبدأ بالأوردر أو الرتبة الأولى اللي هو اللاجنيدياليس. نتناول بدءا الصفات العامة، حيث هذه المجموعة من الفطريات أو هذه الرتبة الفطريات تضم مجموعة صغيرة من الفطريات المتطفلة غالبا على الطحالب والفطريات المائية الأخرى أو حتى الحيوانات الصغيرة. الشكل الخضري أو ما يسمى بالتركيب الجسدي Somatic Structure لهذه الفطريات تتكون من خلية بسيطة، أو قد تكون خيط قصير غير متفرع أو ما يطلق عليه بقليل التفرع. التكاثر في هذه الفطريات في هذا الأوردر، التكاثر الجنسي ينجز بطريقة تزاوج الحوافظ المشيجية الجاميتانجيال كوبوليشن، وليس الجاميتانجيال كونتاكت مثل ما ذكرنا في بداية المحاضرة كصفة عامة لهذه الفطريات، لكن هذا الأوردر يتكاثر بطريقة تزاوج الحوافظ المشيجية الجاميتانجيال كوبوليشن مع تكوين أنبوب إخصاب Fertilization Tube، وهذا صفة من صفات هذا الكلاس. أو قد يكون ذلك بدون تكوين هذا Fertilization Tube عفوا، وينتج عن ذلك تكوين سبور ساكن اللي هو نطلق عليه Resting Spore، وغالبا هذا السبور الساكن هو مثخن الجدران لمقاومة الظروف الغير ملائمة للإنبات. في الأنواع الأحادية الخلية مثل الأولوبيديوسيز يلعب الثلاث دور الحافظة المشيجية، يعني هنا ما راح يكون أدي فت حافظة مشيجية مميزة، وإنما الثلاث نفسه للفطر هو يلعب دور الحافظة المشيجية. أما الأنواع الخيطية مثل اللاجنيديوم في فطر اللاجنيديوم، هنا يتجزأ الخيط الفطري أولا إلى خلايا عن طريق تكوين حواجز. هنا نعرف أنه في الصفات العامة اللي ذكرنا في بداية المحاضرة أنه هذه الفطريات هي أسبتيت غير محجزة، لكن في فطر اللاجنيديوم يتجزأ أولا بتكوين حواجز، وغالبا هذه نسميها الحواجز الكاذبة التي سبق أن مرت علينا سيدو سبتم. بعدها تتحول كل هذه الخلايا اللي انفصلت بحواجز الواحدة عن الأخرى إلى حوافظ مشيجية جاميتانجية، أو قد تتحول إلى حوافظ سبورية سبورانجية. لو نجي إلى تصنيف اللي اعتمد سبارو عام 1960 للرتبة اللاجنيدياليس، صنفها إلى ثلاث عوائل
مهمة اللي هي Family 1 Olipidiaceae، الفاميلي 2 العائلة الثانية Lagnidiaceae، والعائلة الثالثة اللي هي Saprolegniaceae. العائلتين الثانية والثالثة عادة أجسامها تكون خيطية، بالأخص عائلة اللاجنيدياسي اللي نعتبرها من أفضل ممثل لهذه الرتبة من الفطريات. الأوردر Saprolegniaceae يضم مجموعة من الفطريات المائية، وغالبا ما يطلق عليها بالفطريات الووتر مولز. أفرادها غالبا تتواجد في المياه العذبة، وتتواجد بصورة أحياء رمية على ما يتواجد في البرك أو المياه الراكدة من بقايا حيوانات بقايا نباتية، وهي أيضا من الفطريات المألوفة في التربة. بعض أنواع السابرولجنية والأكلية اللي هم أفضل أو أشهر فطرين ضمن هذه الرتبة ذات أهمية اقتصادية بسبب تطفلها على الأسماك وبيوضها، وتسبب بذلك خسائر فادحة لمربي الأسماك اللي يعتمدون على أحواض الأسماك وغيرها. أيضا الأفانومايسيز تسبب ما يسمى بتعفن جذور البيزاليا. أيضا قد يتطفل بعض أفرادها على الطحالب والدولابيات اللي هي الروتيفيرز. الثالوس في أفراد هذه الرتبة يتباين أو يختلف بين أن يكون داخلي كل الإثمار في بعض الأنواع المتطفلة، مثلا على الدايتوماز كمثال دايتومز، أو إلى غزل فطري نشيط ومتين كما في عائلة Saprolegniaceae، وغالبا هذا مؤلف من مدمج خلوي اللي هو سينوسايتيك، والجدران الخلوية عادة تكون حاوية على السليلوز بشكل كبير. السبورات المتحركة تكون ثنائية الصوت، قلنا يرتبط الصوتين من الجانب، ويكون الأمامي ريشي والخلفي كرباجي. يقوم الصوت الخلفي بعمل الدفع وتسيير السبور، مثل ما ذكرنا يسلك الصوت الريشي اللي هو الأمامي الدفة للموجهة لحركة السبور في الاتجاه المطلوب. تصنيف هذه الرتبة، قسمت رتبة السابرولجنياليس من قبل سبارو إلى ثلاث عوائل. العوائل المهمة اللي هي الإكترو جلاسياسي وثراستو كايتريسي والسابرولجنياسي. المطلوب هو Saprolegniaceae العائلة الثالثة. حفظ العائلة الثالثة، ليس مطلوب منكم حفظ بقية العوائل، مطلوب حفظ العائلة الثالثة، إذ تعد هذه العائلة الأكثر تطورا بين العوائل والأكبر عددا من حيث الأنواع، وهي الممثلة لهذه الرتبة، لذلك سوف نتناولها بالشرح التفصيلي بشكل مفصل. تتواجد هذه الفطريات على أجسام معظم الكائنات المائية، بعض أنواعها لها القدرة على العيش في درجات ملوحة قد تصل 25%. عموما هذه الرتبة أيضا من مميزاتها أنها تنتشر في التراب الرطبة أو ما يسمى بالمغدقة في الماء، يعني مغدقة بما معنى أنه رطبة جدا مليئة بالماء، ومن الممكن وسهولة عزلها وتنميتها مختبريا باستخدام وتسمى بالبيتس اللي بذور القنب والذباب الميت وغيرها، وهذه أخذناها في الكورس الأول. ممكن الرجوع إلى طريقة هذه الطعوم وطريقة عزل هذه الفطريات. تمتاز أجسامها بكونها خيطية ومتفرعة بشكل ملحوظ، وهي من النوع المدمج أي سينوسايتيك. على العموم هي أيضا بما أنه من الفطريات البيضية فإن جدرانها تحتوي سليلوز، والحواجز تتكون فقط أكد تحت أو إلى الأسفل من الأعضاء الجنسية أو في حال حدوث جرح أو كسر في الخيط الفطري، وهي ما سميناها بالحواجز الكاذبة سيدو سبتا.
تتكاثر أفراد هذه العائلة لا جنسياً بتكوين حافظة سبورية طرفية اسطوانية الشكل. غالباً هذه طرفية الشكل وطويلة وقد تشبه ما يسمى بالجراب، وهي نوعاً ما أكبر من القطر، وهي نقطة مهمة جداً، من الهايفة التي تحتها والتي نشأت منها. ما يميز هذه الفطريات هو وجود ظاهرة الانبثاق الداخلي للحافظات، ما يسمى بالسبورانجيال بروليفريشن، وهذه قد تظهر بأشكال عدة. لاحظ مسألة ظاهرة الانبثاق الداخلي هي ما يميز السابروليجنية بالذات كمثال لجنس السابروليجنية. تحدث بأن تنمو من داخل الحافظة الأولى اللي امتلأت بالسبورات، ومن ثم انطلقت السبورات وبقت الحافظة الأولى فارغة. تبدأ تنمو من داخلها حافظة ثانية، هذه أيضا الحافظة تبدأ بعملية تكوين السبورات في داخلها، ونرجع نشرح كيفية تكوين هذه السبورات، ومن ثم تنطلق هذه السبورات لتترك هذه الحافظة الثانية فارغة، فأصبحت عندنا حافظة أولى حافظة ثانية، ومن ثم تنبثق من داخل هذه الحافظة الثانية حافظة ثالثة، وهكذا تستمر العملية، وتبقى هذه الحوافظ متصلة في طرف الخيط الفطري الذي تنشأ منه، لذلك تسمى بعملية الانبثاق الداخلي الانترنال بروليفريشن. عموما في دورة حياة هذه العائلة تتكون نوعين من السبورات، سبورات ابتدائية اللي هي primary zoospores، وهذه تشبه في شكلها شكل العرموط البير شيب، وتنبثق أصواتها من مقدمة السبور. عموما النوع الثاني من السبورات الذي ينتج هو السبور الثانوي اللي هو secondary spore، وغالبا هذا يكون كلوي الشكل، وهو شكل الممثل أو النموذجي للسبورات المنتجة في الفطريات البيضية اللي هو يكون kidney shaped. ثنائي الأصوات، أحد الأصوات تكون الصوتين متصلات في المنطقة المقعرة من الإسبور، أحدهما ريشي والآخر كرباجي يتجه إلى الخلف. توصف دورة حياة هذه الفطريات بناء إلى وجود هذه الأنواع من الإسبورات اللي قد تكون مونومورفيك فانجاي، أي أنواع التي تنتج نوع واحد من السبورات، وهنا راح ندرج بعض المصطلحات اللي تخص وجود هذه الأنواع من السبورات. فإذا سميناه مونومورفيك فانجاي هذا معناته أنه هذه الفطريات تنتج نوع واحد من هذه السبورات، يا أما يكون عرموط الشكل بيرشيب أو من النوع السكندري اللي هو الكيدني شيب. النوع الدايمورفيك فانجاي اللي هي الفطريات تتضمن دورة حياتها نوعين من هذه السبورات، أي تضمن نوعين العرموطي والكلوي. أما إذا أطلقنا مونوبلانيتك سبيشيز فنعني بذلك الأجناس الفطرية اللي تسبح فيها السبورات المتحركة لمدة محدودة من الزمن، ثم تصبح ريستينج سبورز، تنتفخ وتصبح ساكنة مستديرة، تليها عملية تكيس انسيستد، ومن ثم تنبت عن أنبوب أنبات ينمو ليكون هايفة، وتعرف هذه الظاهرة بمصطلح المونوبلانتيزم. في حين الداي Planetic Species الأنواع اللي تكون ثنائية الطور السابح أو ثنائية الأشكال السابحة، مثل ما يحدث في فطر السابروليجنيا كمثال على ذلك، فإن السبور الابتدائي المتحرر من الحافظة بعد
تكيس بعد أن يصبح لفترة محددة، ومن ثم يبدأ بالتكيس insistent spore بدلا من أن ينبت ليعطي جيرم تيوب أي أنبوب إنبات، فإنه ينبت ليعطي طور سابح آخر، أي أنه يعطي سبور سابح آخر ولكن من النوع الثاني، من النوع السكندري زو سبور كلوي الشكل. هذا بدوره بعد فترة من السباحة يتكيس ينبت ليعطي أنبوب إنبات الذي سيتطور ليكون جسم الفطر الفلس الفطر الكامل. حالة تكرار الطور السابح يطلق عليها مصطلح دايبلانتزم لوجود طورين سابحين متكررين في هذه الدورة. الفطريات المكونة لشكلين من السبورات أو طورين سابحين تعرف بالدايبلانتيك سبيشيز. أيضا عندنا من طرق التكاثر المعروفة في الفطريات السابرولجنياسي عموما هي ما يعرف بالجمات أو ما يعرف بالكلامايدوسبورز، وإحنا سبق أن مر علينا مصطلح الكلامايدوسبورز سبورات كلاميدية، وهذه السبورات الكلاميدية حقيقة طريقة تتكاثر فيها هذه الفطريات بأن تكون سبورات تعرف بالسبورات الكلاميدية، وهنا تعرف بالجمات مصطلح الجمات ولتعني البراعم. قد تنتج هذه الجمات بشكل طرفي منفرد أو قد تتكون بشكل سلاسل، لو نلاحظ هنا بشكل سلاسل من هذه السبورات أو البراعم أو ما تسمى بالكلامايدوسبورز، سميها كيفما تشاء من هذه المصطلحات، كلها مصطلحات صحيحة. و طريقة تكوينها هي نفس طريقة تكوين الكلامايدوسبورز التي سبق أن تناولناها في الكورس الأول. تنبت بعد مدة من السكون مكونة أنبوب أنبات، يتطور لكون جسم الفطر ومن ثم المستعمرة الفطرية، ومن ثم تبدأ عملية نقل الأنوية الذكرية للأنوية الأنثوية، وهنا تبدأ عملية تكوين الاختزال اللي هو الريدكشن اللي يحدث في عملية تكوين، كنا تختلف عن بقية الفطريات في أنه لا تتكون الريدكشن أو عملية الاختزال للكروموسومات في الزايغوت، وإنما تحدث عند تكوين الجاميتات أو الحوافظ الجاميتية، يعني هذه اللي هي تحدث هنا قبل أن تسبق عملية الاندماج، فهذه أصبحت 1N 1N إذا تلاحظون معايا. هذا الخيط الفطري أو الدورة اللاجنسية بالكامل هي 2N، في حين هنا صارت عملية الاختزال الريدكشن فأصبحت المجاميع البيضية كلها حاوية على 1N سواء كانت أنوية ذكرية أو أنثوية، تندمج لتكون زايغوت 2N، كل واحدة من هذه البويضات الملقحة أصبحت سبور يطلق عليها سبور بيضي اللي هي أوسبور 2N، يحوي على مجموعة كروموسومات مضاعفة اللي هي 2N، تنطلق إلى البيئة بعد فترة تنبت لتعطيني جسم الفطر الخضري اللي هو 2N. لذلك هي قلنا تختلف عن بقية أنواع الفطريات في كون أجسامها الخضرية هي 2N وليست 1N، هي 2N وليست هي ثنائية المجموعة الكروموسومية وليست أحادية كما في بقية أنواع الفطريات، وأتمنى أن تكون هذه الفكرة واضحة. رتبة فطريات البياض الزغبي، معظم الفطريات التابعة لهذه المجموعة من الفطريات تعيش معيشة تطفلية، وغالبا هذه الفطريات تسبب أمراض نباتية خطيرة جدا وقد تكون عالمية الانتشار على كثير من المحاصيل الزراعية والاقتصادية منها بالذات.
ويعيش البعض من أفرادها في التربة والهواء. بعض أجناس هذه المجموعة من الفطريات يكون غزل فطري بين خلوي، والبعض الآخر داخل خلوي انتراسيلولار، ويرسل إلى داخل الخلايا تراكيب هايفات متحورة تعرف بالممصات أو ما تسمى بالهستوريا، وقد تكون هذه الممصات بسيطة. وسبق أن ذكرنا أن هذه الممصات هي عبارة عن هايفات متحورة لهذه الفطريات. يمكن أن نميز أفراد هذه العائلة عن العوائل لهذه الرتبة العائلة عن الأخرى طبقا لما يأتي. إذا كانت الحوامل اللاجنسية تتواجد تحت بشرة أو هوائية، أي تنبثق من ثغور أوراق العائل إلى الخارج. 2، شكل وانتظام الوحدات اللاجنسية على هذه الحوامل. نقصد بها الوحدات اللاجنسية أي الاسبورانجية، الحوافظ الاسبورية. ومن العوائل التي تنتمي إلى هذه الرتبة هي عائلة البيثياسي، وغالبا هذه تضم عدد من الأجناس الفطرية، من أهمها جنس الفطر بيثيام مسبب لمرض تسقيط البادرات dumping of seedlings، وجنس الفطر فايتوفثورا المسبب لمرض اللفح المتأخرة في عدد من النباتات ومنها البطاطا late blight of potato. وللفطر هذا أهمية في علم الفطريات، لأنه وجه اهتمام العالم إلى أهمية الفطريات في حياة الإنسان لتسببه بما تسمى بمجاعة إيرلندا عندما ضرب محصول البطاطا الذي كان يعتمد عليه كمحصول غذائي بالدرجة الأساس في كل من إيرلندا والدول أوروبا وخصوصا إيرلندا، فقضى على المحصول بالكامل وسبب الموت أو هجرة ما يقارب 1,000,000 شخص. لذلك بدأ لفت انتباه العلماء الفطريات أو علماء الأحياء المجهرية إلى أهمية دراسة هذه الفطريات لتأثيرها المباشر على حياة الإنسان. العائلة البوغنيسي هي يتبع لها جنس الألبوغو المسبب لمرض ما يسمى بالصدأ الأبيض الوايت راست في الصليبيات وايت راست أوف كروسيفيرز. هذه الرتبة تضم 3 عوائل مثل ما هو موضح في المخطط الآتي، أي أن رتبة فطريات البياض الزغبي تضم عائلة تسقيط البادرات اللي هي الفاميلي البيثياسي، عائلة البياض الزغبي البيرينوسبوريسي، وعائلة الصدأ الأبيض الألبوغنيسي. سنتناول بشكل من التفصيل هذه العوائل بشكل تدريجي. العائلة الأولى عائلة البيثياسي. بعض الفطريات التابعة لهذه العائلة يعيش أما مترممة أو متطفلة تطفل اختياري، وهذه تضم جنسين مهمين اللي هما جنس البيثيوم وجنس الفايتوثورا. إذن لو نلاحظ التصنيف اللي تم على أساسه تصنيف أو تقسيم عائلة البيرونوسبوراليس إلى العوائل المهمة، أولا الصفات التي اعتمدت في التصنيف، الصفة الأولى التي اعتمدت في تصنيف عائلة البيثياسي هي اختلافها أو اختلاف حوامل الحوافظ قليلا أو لا تختلف عن الخيط الفطري العادي. ماذا نعني؟ أي أن حوامل الحوافظ لهذه المجموعة من الفطريات التي تندرج تحت اسم عائلة البيثياسي تكون مشابهة قليلا، مشابهة أو تختلف قليلا عن الخيط الفطري العادي. ثانيا الغزل الفطري رمي أو طفيلي يوجد داخل الخلايا وهو عديم الممصات من ميزاته المهمة. المجموعة الأخرى اللي هي تكون حوامل الحوافظ فيها متخصصة، والغزل الفطري ما بين الخلايا ينمو ما بين الخلايا وله ممصات تخترق خلايا العائل. لاحظ هنا احتوائه على ممصات،
وهي غالبا تتطفل على النباتات الراقية، وممكن هذه أن تقسم إلى مجموعتين أو عائلتين وفقا للصفات المميزة اللي إلها. العائلة الأولى هي عائلة البيرينوسبوراليس سبوريسي عفوا، هنا خطأ في الطباعة، وهذه تحمل الحوافظ بصورة منفردة أو بهيئة مجاميع، وتبرز الحوامل من خلال الثغور أو الممصات ذات أشكال مختلفة، في حين مجموعة الألبوغنيسي تحمل بها الحوامل بهيئة سلاسل. لاحظ هنا بصورة منفردة أو بهيئة مجاميع، لكن هنا في مجموعة الألبوغنيسي تحمل بهيئة سلاسل. حوامل الحوافظ هراوية الشكل، توجد في بثرات، هذه البثرات تكون بشكل كثيف تحت أو أسفل بشرة العائل. الممصات المكونة التي تكونها هذه المجموعة مميزة جدا بكونها ممصات كروية الشكل، اللي هي عائلة الألبوغنيسي. الفاميلي بيثياسي، يعيش الفطر بيثيوم عادة في الماء والتربة، ويترمم بشكل طبيعي في الظروف الطبيعية، أو قد يكون متطفل تحت ظروف معينة ويهاجم البادرات، يهاجم البذور، يهاجم حتى النباتات الصغيرة اللي هي البادرات، اللي سبب لنا ما يسمى بمرض تسقيط البادرات الدامبينج أوف. يكون الفطر أو يكون الفطر حوافظ سبورية غالبا تكون نهائية أو طرفية الموقع تيرمينال. هذه السبورات اللي تتكون داخل هذه الحوافظ لا تنضج في داخل الحوافظ، إنما تنبثق من خلال الجدار السميك للحافظة حوصلة فيزل، وهذه تنتقل إلها الأنوية، ومن ثم بشكل متتابع تتكون السبورات في داخل هذه الفيزل كما نرى في الشكل المبين في دورة الحياة. لاحظ تتكون من داخل الحافظة المثخنة فيزل، وتنتقل إلى هذه الفيزل الفيزيكل الحوصلة، سميها كما تشاء، الأنوية، وهنا تتكون السبورات المتحركة. بعد ذلك تنطلق هذه السبورات زوسبورز الثنائية الأصوات، وتمر بحالة انسيستد، حالة تكيس وسكون، تنبت مباشرة لتعطي الخيط الفطري الخضري، الجسم الثلص الخضري الذي ينبت مرة ثانية ويكرر عملية تكوين الحافظة السبورية، وهكذا يعاد تكوين دورة الحياة اللاجنسية. غالبا دورة الحياة الجنسية في جميع الفطريات البيضية هي متشابهة، لذلك سوف لن نركز عليها بشكل كبير إلا فيما يستحق الإشارة إليه في الاختلافات، بعض الاختلافات المظهرية والتي يستوجب الإشارة إليها. لاحظ يتكون عندي الأوغونيا الأنثريديا، تكوين عملية العبور البلازموغامي، ومن ثم تكوين الزايغوت. بعد ذلك يتكون عندي الميوسيس. نلاحظ انه هنا وجود خطأ في هذا الرسم من المصدر المنقول. لاحظوا انه عملية تكوين الميوسيس او ريدكشن كما ذكرنا تكون وين؟ عند تكوين الحوافظ المشيجية وعملية الاندماج الأول الذي يحدث فيما بينها. حقيقة هذا هو مصدر أليكسوبولوس القديم، اللي كان سابقا يعتقدون في أنه هذه الفطريات هي تتكاثر بنفس طريقة تكاثر الفطريات الباقية، إلى أن تم اكتشاف أنه الخيط الخضري أو السوماتيك هايفا هي ثنائية النواة، وأن ما يحدث الريدكشن في هذه المنطقة وليس في تكوين الزايغوسبور.
تكون الفطر عفوا السبور البيضي، بعد ذلك تبدأ بعملية النبات ويعطينا خيط فطري جديد وتعاد دورة الحياة مرة ثانية. فطر الفايتوفثورا، هذا الفطر يسبب مرض اللفحة المتأخرة، ومثل ما ذكرنا أن هذا المرض سبب في هجرة 1.5 مليون إيرلندي من بلادهم إلى بلاد العمسام. تكون الحافظة السبورية، وهي ميزة من ميزات هذا الفطر، أنه أشكال الحوافظ السبوري هي ليمونية الشكل ذات حلمة طرفية. أيضا من ميزات هذه المجموعة من الفطريات أنه الحوافظ أو حوامل الحوافظ السبورية تكون مقرنصة في منطقة حملها للحامل للحافظة السبورية في هذه المنطقة، في هذه المنطقة تكون مقرنصة وليست مستقيمة. أيضا تسبب عفن لدرنات البطاطا، ومن ثم تسبب أيضا عفن لثمار الطماطة، ويطلق على اسم هذه أو على هذا المرض اسم الندوة، أو ما يسمى باللفحة المتأخرة في البطاطا والطماطة late blight of potato. على العموم، هذه الحوامل أو حوامل حوافظ السبورانجيا فورز للفطر تظهر بشكل مجاميع مكونة من حامل واحد إلى خمسة من خلال فتحة الثغور في حالة إصابتها للأوراق أو اللفحات اللي تتكون على الأوراق. على العموم، توصف هذه الحوامل لأنها شفافة عديمة اللون، متفرعة ما يسمى بالتفرع الكاذب، وهي غير محدودة النمو. تحمل في نهايتها هذه الحوافظ الليمونية والسبورية اللي هي ليمونية الشكل، وأيضا تكون شفافة وذات حلمة طرفية. لا نتكلم أكثر عن أما فيما يخص العائلة البيرينوسبورية، اللي تعد من أشهر وأهم العوائل أو العوائل الممثلة لهذه المجموعة من الفطريات أو الرتبة، رتبة البيرينوسبوراليس، فهي تعرف بفطريات البياض الزغبي داوني ميليو فونجاي، اعتمادا على مظهر الإصابة الذي تخلفه على النباتات التي تتطفل عليها. هذه المجموعة الفطريات هي متطفلات إجبارية، وغالبا تتطفل على كثير من النباتات الاقتصادية. أطلق عليها اسم البياض الزغبي بسبب وجود الحوامل السبورية الفطر اللي تظهر بشكل مظهر كزغب الطيور، وتظهر في الغالب عادة على الأوراق وأيضا على السوق سيقان النباتات وكذلك الثمار. اللي يميز هذه المجموعة من الفطريات أنها متشابهة في دورة حياتها وفي طريقة تكوين الحوافظ السبورية وفي طريقة نباتها وفي دورات حياتها، إلا أنها ممكن نميز هذه الأجناس عن بعضها بطريقة أو شكل حملها للحوافظ السبورية. أي شكل الحامل السبوري هو الذي يميز هذه الأجناس الواحدة عن الأخرى. فمثلا في البلازمو بارا نلاحظ أنه هذه الحوامل الحوافظ تكون متفرعة، غالبا التفرع مالتها يكون يخلق زوايا عمودية فيما بينها، تخلق زوايا عمودية لهذه الحوامل الحوافظ. لاحظ أنها بشكل صليبي صايرة بهذا الشكل، وكأنها تخلق زوايا قائمة فيما بينها، هذا في البلازموبارا. في حين في البريميا يتكون بشكل كف يحمل، وكأنه كف يحمل أربع زوائد أو سترجمة تحمل عليها هذه الحوافظ السبورية. في البرينوسبورا تخلق زوايا حادة فيما بينها، هذه الحوامل الحوافظ أو السترجمات التي تحمل عليها هذه الحوافظ نلاحظ أنها تخلق زوايا حادة فيما بينها.
زوايا حادة فيما بينها. كذلك في السيدو بيرينوسبورا شكل مشابه لما موجود في البيرينوسبورا، وهكذا بالنسبة لبقية الفطريات. عائلة الألبوغونيسي، عموما هذه العائلة تضم جنس واحد اللي هو الألبوغا، وغالبا هذا متطفل إجباري يسبب أمراض النباتات الزهرية. تعرف هذه النباتات الزهرية لتسببها عموما بالفصيلة بالأصداء البيضاء الوايت راست، وغالبا هي متخصصة في الإصابة للكروسيفيرز للأفراد فصيلة الصليبيات. فطر الألبوغو يصيب كل أعضاء النبات ما عدا الجذور. أكرر، يصيب فطر الألبوغو كل أعضاء النبات ما عدا الجذور. تتكون عادة في نهاية الحوافظ السبورية، في نهاية الحوامل، حوامل السبورية تتكون حوافظ سبورية بشكل سلاسل، بشكل متسلسل، تلتصق الواحدة بالأخرى في جيلاتينا سبيد، بكمية من الجيلاتين نطلق عليها جيلاتينا سبيد. غالبا هذه بعد أن تحدث عملية تعرضها للهواء وتشقق البشرة أو الطبقة الشمعية التي تنمو تحتها، لأن هذه تنمو تحت الطبقة الشمعية اللي هي النبات، مكونة ما فآليل أو بعض التكسرات في هذه الطبقة، ومن ثم تبرز من خلالها إلى الجو، فتتيبس هذه المناطق اللي تربط أو ما يسمى بالجيلاتينس بيد الوسائد الجيلاتينية اللي تربط حافظة سبورية بأخرى، ومن ثم تنطلق هذه الحوافظ السبورية، وعادة تعطي جراثيم سابحة ذات صوتين كلوية الشكل.